وإلى الأخبار العالمية مشاهدينا، حيث ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي على توقعاتهم بخفض معدلات الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. وتجاوز سعر الأونصة 2300 دولار في التعاملات الفورية الصباحية قبل أن يتراجع قليلا بعد ذلك، ووصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2311 دولارا و20 سنتا.